اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلتو تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ حسام، مرحبا. دائما منور ومتالق. الله يبارك فيك. ومجدد العهد للمشاهدين وللمرضى اللي منتظرين تملي ان شاء الله الشفاء باذن الله. ان شاء الله احنا يعني بنمتاز فرصه لو في لحظه كده ما بين الاتصالات او حاجه. طبعا الاتصالات لا هي الاولويه. يعني احنا جايين عشان نعالج الناس. اكيد. ونديهم علاج نهائي. يعني أكيد. مش بندوم معلومة منقوصة أو علاج منقوص بقدر الإمكان. يعني وزي ما اتفقنا إن العلاج من غير دواء، من غير كشف أو من غير رؤية المريض على الأقل، يعني لا يتجاوز 70%. اتفضل. ناخد أول اتصال. اتفضل يا فندم، ما نعطلش حد. مدام سامية من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. ازيك يا أستاذ حسام؟ الحمد لله. نعم وفضل. انا يعني البرنامج بتاع حضرتك راقي جدا جدا جدا، وانا بشكرك وبشكر الوش البسوس الحلو ده. الله يخليك. وبشكر الدكتور، بصراحه معلومات قيمه وانسان محترم جدا. الله يخليك. ممكن اكلم الدكتور؟ متشكرين يا مدام ساميه على الكلام الجميل ده. ربنا يبارك فيك ويجازيك كل خير انت والدكتور ان شاء الله. الله يخليك. الدكتور معاك، اتفضلي. ماشي. ايوه يا دكتور، انا يا دكتور بحس ان انا بقوم من النوم عايزه انام تاني. جسمي همدان وتعبان وبعدين في عندي صداع وعندي انتفاخ في العين كده شويه، وبقالي يومين في كهربا كده في رجلي اليمين. حضرتك عندك سكر؟ لا. بس خلي بالك ان موضوع ان النوم يزيد شويه في بعض الايام او يقل، فده مع يعني مع يعني منظومة الجسم، في تغيرات بتحصل مع الفصول ومع الليل والنهار والنواحي النفسية وكده. انت عندك ضغط ولا حاجة حضرتك؟ انا عندي الضغط اللي هو بيروح ويجي، يعني مش طيب. هناخد حاجة اسمها الدكتون او البديل بتاعه. دي حباية 100 ميلي جرام، حباية قبل الغداء كل يوم لمدة 10 ايام ان شاء الله. دول هيبقوا كفاية. شكرا. العفو. شكرا شكرا مدام سامي. بالنسبة للناس اللي احنا دلوقتي عندنا يعني وباء اسمه الكورونا. طيب. نعم خلاص. اتفضل عشان ما نضيعش وقت الناس. ماشي. مدام سهام. خلاص ناخد مدام سهام. مش شايف. السلام عليكم مدام سهام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله. سكر من 2009 و مدام سهام. مدام سهام، التلفزيون بس عشان ايه مشوشر علينا شويه، فلمصلحتك ومصلحتنا ان نوطي التلفزيون شويه. حاضر، انا وطيته. حاضر. متشكرين جدا. انا اسف. حاضر. لا 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 لا، اتفضلي. فانا عندي السكر من 2009 وكنت ماشيه مظبوطه وباخد كلوكوفاج بعد الفطار وبعد الغداء. الفتره دي يعني كانت انا وزني 67 وطولي 152. والفترة دي وانا كنت بقيس السكر على طول اللي هو التراكمي كان 5 و8، ده من قبل كورونا، يعني قبل الكام شهر بتوع كورونا دول، وكان السكر منتظم جدا. الثلاث شهور اللي قعدتهم في البيت دول ما بتحركش، السكر دلوقتي بقى على طول بعد صايم 123 ومن وفاطر بقى 160 167 كده، يعني النهارده 178. فانا الان مش عارفه اخد حاجه زياده ولا ايه. طيب وزن سيادتك 67 كيلو. يا فندم. قبل الثلاث شهور ولا حاليا؟ لا انا بقاله فتره يعني وزني ما بيزيدش. الوزن لا يتغير. ما بيتغيرش. والجلوكوفاج 500 ولا 1000؟ 500، باخد 500، واحده بعد الفطار واحده بعد الغداء. طيب. وكنت منتظمه جدا. هو يمكن الفتره دي يمكن الشهر ده بالذات اللي حاسه ان هو يعني بقالي بالطريقه. لا ما هو ما فيش مجهود برضه بالتاكيد. ما فيش مجهود زي اللي قبل كده. لو قدرنا نرجع المجهود تاني يبقى كويس. ما أنا لو ما قدرناش هنزود الجلوكوفاج، لان انت بتاخدي جرعه بسيطه قوي تخليه 1000 حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء. انا باخدهم بعد الاكل يا دكتور؟ لا، هو لو المعده تستحمله يبقى قبل الاكل، لانه بيسد النفس شويه. فنكسب ان هو يقفل نفس حضرتك معلش عشان ما ناكلش كتير.
فناخد يعني حبايه حضرتك. نعم اخد 1000 دلوقتي الصبح وبعد الظهر قبل الغدا. انا ما اعرفش بعد الظهر بعد اذنك. قبل ما انا اقصد انا اسف قبل الغدا يعني. قبل الغدا وقبل العشاء. انا مش باخد في العشاء خالص لان انا ما بتعشاش غير كوبايه زبادي. هي دي تاخد قبلها يا فندم عشان ده هيظبط لك السكر الصايم ان شاء الله. يعني ناخد برضه 1000 قبل العشاء بالليل. ايوه يا فندم لان ده هيخلي السكر الصايم اللي هو طالع 100 حاجه و30 هيبقى 110 ان شاء الله. طيب يا دكتور ألف سلامة. شكرا ألف شكرا سلامة. ألف سلامة. وعلى السادة المشاهدين يا ريت المتابعة على الفيسبوك لمراجعة الروشيت. ناخد الاتصال اللي بعده من الإسماعيلية. مدام سهام السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ألو السلام عليكم. ممكن أتواصل مع الدكتور؟ سلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضلي اتفضلي. الله يخليك. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ازي صحتك؟ الله يبارك في حضرتك. أنا لو سمحت أنا إسماعيلية أنا عندي 59 سنة. 59 انا كنت عامله تحليل فيتامين د كان عندي نقص جامد كان وصل عند التسعة فبقالي حوالي اكتر من 6 شهور باخد العلاج ديفارول وباخد برشام اسمه بون 1 واحد باخد واحده الصبح وباخد ديفارول كل اسبوعين مره فانا لغايه دلوقتي وقفت الديفارول بس باخد البرشام هل لو سمحت انا بقى اوقف البرشام ولازم اعمل تحليل فيتامين د تاني؟ طيب سؤال جميل. انت سيادتك منتقبه او محجبه؟ لا مش محجبه. لا انا كنت محجبه بس لا مش منتقبه. محجبه. انت محجبه حضرتك خلي بالك عيبنا الحجاب وكده ان احنا ما قلناش ان الحجاب غلط احسن ندخل في حته غلط. لا فاهمه. ولكن لازم جسمنا يتعرض للشمس وده اهم من اي دواء تاخديه تاني. التعرض للشمس لو حضرتك الصبحيه او مساء يعني بعيد عن فتره الظهر للعصر يبقى بدري قوي تقعدي ساعتين في الشمس كده حضرتك زي الاجانب ما بيعملوا اللي بيسموه حمام شمسي. دي واحد. اتنين انت كان في اعراض ايام قستي فيتامين د اللي طلع ناقص؟ رايح في ظهري من 3 سنين فانا طبعا بعد ما عملتها قعدت سنه موجوده في البيت كنت انا بشتغل فروحت انا عامله معاش مبكر من سنتين كده ان انا مش قادره ارجع الشغل تاني. طيب طب احنا عايزين نمشي طب ولا نمشي كده شغل اعشاب بتوع الجماعه الاعشاب؟ انا عايزه امشي طب طبعا. لا طب هتعملي حاجه اسمها اسمعيني بس هتعملي حاجه اسمها الدنسيتومتري. الدنسيتومتري راجع الحلقه تاني لو قدرت تسجليها دلوقتي هقول اهو نفتحها دايما الناس اللي اتصلوا بينا يفتحوا الموبايل عشان يسجلوا الكلام يطلعوا بيه. هتعملي حضرتك في اي مركز اشعه اسمه دنسيتومتري اللي هو بيقيس كثافه العظام وعليها نشتغل كلام صح في الست الكل ما نشتغلش اي كلام اذا سمحتي. بالنسبه للدواء فيتامين دي انت معانا ولا خلاص قفلتي؟ طيب فيتامين دي فيتامين دي في سميه تمام يعني في زياده فيتامين دي ممكن يعمل حصوات في الكليتين ممكن يعمل ترسبات عظميه في اماكن يعني او كلسيه في اماكن غير طبيعيه او يزود نسبه الكالسيوم في الدم وده له اثار سلبيه على تصلب الشرايين وغيره. ففيتامين دي ده الاسراف منه مش صح. وانا اخليني الاول على الكتله البنائيه للجسم اللي هو كثافه العظام اخبارها ايه وده اللي يهمنا في سن 60 سنه. جميل اكيد سمعانا. وناخد الاتصال اللي بعده. استاذ محمد السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ورحمه الله وبركاته. اتفضل. والنبي هما سؤالين خفاف قوي 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 قوي. طيب. السؤال الاولان والله. لا اتفضل. يعني انا 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 لو دكتور ودارس انا هعالج مصر كلها. يبقى انت ذكي. يعني انت ذكي مش كده؟ السؤال الاولاني بص سيادتك اولا يكفي وشك البشوش. ربنا يخليك. والجمال ده. انا عايز انام. عايز حاجه تنيمني فعلا. دي حاجه ده السؤال الاولاني. طيب. السؤال الثاني الركب الخشونه. عايز امشي عايز حاجه تمشيني غير الحقن اللي هي الزيت دي والكلام ده. طيب قول لي سيادتك السن كم سنه؟ انا سني 73 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. الاسم ايه يا فندم؟ استاذ محمد. نعم. بص يا استاذ محمد عايز تنام طبيعي ولا نيمك صناعي؟ لا صناعي. انا عايز انام لان مفيش نوم خالص بيجي بالليل. انا ماليش في طب بص هقول لك انا بعمل ايه سيادتك. انا ماليش في الدروشه ولا الكلام ده خالص. انا راجل علم بس الحقيقه اما حضرتك بتكون حافظ حاجه من القران ولا سيما لو كانت سوره طويله حاول تراجعها وانت نايم. هتلاقيك كده بعد 5 6 ايام بدات تتلخبط مع نفسك وبعدين ما تحسش بنفسك. لو حضرتك عايز تنام صناعي برضو عندنا حاجات تنام حضرتك صناعي وده المتاح حاليا. هناخد مثلا حضرتك حاجات اللي هي ضد الهيستامين
زي مثلا حضرتك نقول اللهم صل على رسول الله انت ستين مثلا، واخد بالك؟ بس ده الحبايه هتاخدها ممكن تنيمك يوم كامل في الاول بالذات، واخد بال حضرتك؟ فانا انصح ده بالنسبه للنوم. نيجي بالنسبه للركب، الركب معلش دي الحبايه دي اسمها ايه تاني؟ معلش انت ستين، واخد بال حضرتك؟ ده مضادات الهيستامين، يعني حتى لو دي مش موجوده ممكن ناخد حاجه تانية غيرها. معايا يا فندم؟ معاك. طيب دلوقتي بالنسبه للنوم، بس انا افضل ان بالنسبه للنوم حضرتك، واحد ما تخشش السرير غير لما تكون عايز تنام، اتنين تهدي الجو تماما، تلاتة ممكن تاخد كوبايه لبن بارده او دافيه خفيف، اربعة تقرا القران. انا مش متدروش ولا بقى ليا في الكلام الفارغ ده، واخد بالك؟ بس هو ده الحقيقه، لان الشيطان بيبعد عنك نمره واحد، نمره اتنين انت بتجهد مخك في ترتيب الايات، فترتيب ده له مردود علمي، اجهاد المخ في ترتيب الايات وانت مش عايز تغلط، يعني تغلط، هتلاقي فيه عمليه انهاك لقدرات مخك فينام. وتلاقيك انا صح الصبح. بالنسبه للركب هي فيها صعوبه شويه، لان حضرتك لو اديتك ادويه مسكنه هتمشيك كويس، ولكن على حسب درجه الخشونه. احنا محتاجين علاج طبيعي، ده نمره واحد. نمره اتنين ممكن نمشي مبدئيا على دواء خفيف اسمه مثلا حضرتك بروفين 400 ملي جرام كبسولات كده، واحده بعد الغداء لمده 15 يوم ماكسيمم، مع بتحط حضرتك رجل على رجل، وتحط كيس رمل تقله 2 كيلو على الرجل اللي فوق، وترفع الرجل كده عشان تقوي العضله الاماميه بتاعت الفخذ، عشان ترفع جسمك بعيد عن المفاصل. وزن ستة كم كيلو؟ حوالي 60. والله انت عادي لحضرتك، انا ما بنقولكش الخس عن كده طبعا، بس قوي مفاصل، قوي عضلات الفخذين لو سمحت ان شاء الله. تمام، شكرا فيك. العفو يا فندم. استاذ محمد شكرا على الاتصال بالشيف ان شاء الله. ناخذ الاتصال اللي بعده. استاذ امين، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. انا بشكر قناه الصحه والجمال اللي هم بيستضيفوا العالم الجليل الدكتور الجميل. انا الوصفه اللي هو قالها ديت وصفه القران، انا ما بكملش الايات بتاع الاولانيه والاخيره من سوره البقره والمعوذتين، وبكمل التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33، ما بخلصهمش، بروح في النوم. ايوه يا بيه، ايوه صح والله العظيم. ثلاثه انت جميل، الله يخليك، لانك انت بتقول الواقع. الحمد لله. انا بقى بشتكي بقى يا دكتور من رجل اليمين تحت الصوابع على طول، رجل ورمه، وانا الحلقه اللي فاتت انت قلت زيورك، فانا خدت زيورك ويورو سلفين، الحمد لله خفت شويه، بس انا مستعجل على الخففان. دي نمره واحد. طيب نمره اتنين، انا شايل المراره من حوالي 20 سنه. اول ما اكل لقمه يعني شويه كده، يعني اكل حوالي نص رغيف حتى، الاقي في انتفاخات وفي بطني ورمت كده وكبرت كده، واقعد اخد بقى فورات وحاجات، وانا مش عارف اعمل ايه. يعني انا عايز حاجه تساعد مع الهضم. طيب علشان انا شايل المراره، انا بسال واحد قال لي ما انت شايل المراره، انت عايز حاجه تاخدها تساعد معاك. طيب بالنسبه حضرتك ليوروسولفين زائد الزيلوريك، هنضيف عليهم دواء بسيط قوي حضرتك، كتافلام 50 ملي جرام حبايه بعد الغداء لمده اسبوع، يساعد شويه وبعدين توقفه، وكمل على الزيلوريك والحضرتك اليوروسولفين. ماشي يا باشا. نيجي للمعده، فعلا السائر المراري عند سيادتك بيكون، لان المراره ربنا خالقها مش عبثا، هي المفروض انها بتفضي كميه الكونتنت بتاعتها او محتوياتها مع بدايه الاكل، فهي مش موجوده، فمفيش كميه سائل مراري بينزل. طب السائل المراري بالنسبه لنا بيعادل المعده، المعده حمضيه والسائل المراري قلوي، فهنا نقلل الحموضه شويه اللي على المعده، ممكن ناخد دواء زي هيستاك 150 ملي جرام، لو قدرت تاخد نص حبايه مع كل وجبه هتعادل القصه شويه. اسمها هيستاك. هيستاك. طيب شكرا يا دكتور. الف سلامه يا فندم. استاذ امين، قبل ما اقفل بشكرك على الكلام الجميل والشكر والتقدير للساده الدكتور، هو فعلا يستحق هذا الشكر والتقدير، ده حقيقي يعني، ربنا يبارك فيك، مش مجامله والله. رب جزاكم الله خير. ناخد الاتصال اللي بعده، الحاج رجب من الاقصر.
ده حبايبنا. ايوه ده ده. السلام عليكم. ما تيجي تقعد كده يا حاج راجب بدل ما تتعب نفسك. الحلقه اللي ما بيتصلش فيها بحس ان في حاجه ناقصه. اهلا وسهلا الاستاذ الدكتور. انا بشكركم بشكركم من قلبي بصراحه على الكشف والاستشاره المجاني على قناه صحه وجمال والفريق الاعداد المحترم. ربنا يبارك فيك. حقيقي حقيقي. ربنا يبارك فيكم. اللهم امين. احنا وانت احنا وسيادتك. انا عاوز خدمه يا دكتور النبي. تحت امرك. الامر لله وحده. انا عندي بلغم يمكن انت حاسس بيه طبعا. انا وبكلمك. صح. عندي بلغم لازق في الحلق بتاعي. وما ايه بصعوبه بينزل. كتبوا لي على فوار 600. برضو ايه يعني بينزل شويه كده وبرضو ايه الصوت زي اللي قافل كده. طيب. فالله يبارك لي فيك يا شيخ. انا تفائلت بيك بعد ربنا. طيب في بلغم ولا ما فيش سيادتك؟ لا بينزل بلغم بس ايه لزج قاعد في حلقي. لونه ايه؟ لونه اصفر. لا اصفر لازم ناخد مضاد حيوي. هناخد حاجه اسمها هاي بايوتيك 1000 ملي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل. هاي بايوتيك. خلاص كده عرفت انا. طيب بس 1 جرام. 1 جرام. واحدة الصبح وواحدة بالليل لمدة 6 ايام ان شاء الله هيبقى كفاية. الشريط تقريبا. كل اللي هذا بالكورونا كمان. انا واحد. 2 هتاخد دواء اسمه سولفين. سولفين ده شراب 2 كبار او 2 كبيرة بعد الاكل 3 مرات. والاهم من 2 الحاجات السخنة ما تتشالش من قدام سيادتك. ينسون كراوية كركديه يعني بكميات ضخمة. لا دي كتير في الصعيد عندنا كتير قوي قوي. طيب اه ما انا عارف ما انتوا بلد الحاجات دي. الله يبارك فيك يا دكتور. طيب يا فندم الاسبوع الجاي هتلاقي نفسك زي الفل. شكرا يا دكتور. العفو. شكرا السلام. شكرا حاج رجب. وعلى فكره الاعداد وكل العاملين بقناه الصحه والجمال بما فيهم رئيس مجلس الاداره بيقدم لك التحيه والشكر. ده مهم جدا يا جماعه. الناس اللي شغاله من خلف الكاميرا دي طبعا انتوا لا تتخيلوا بتتعب قد ايه والله العظيم. لا يعني بتتعب وقت جزاهم الله خير يعني على الاقل بيتعبوا اكتر مني انا يعني طبعا. هم طبعا بخلف الكاميرا بس هم دول اللي يتعمل لهم تمثال لان هم اللي ايه اللي مخليننا قدام الكاميرا. بنشكرهم وبنوجه الشكر ليهم. ناخد الاستاذ صلاح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. أهلا يا أستاذ صلاح. أهلا وسهلا. أنا عندي سكر بقالي 20 سنة. نعم. وكنت ماشي على دواء اللي هو كوبال وديماكرون وسيوتكس. وثايوتكس. ثايوتكس. وماشي عليه بس إلا إني بطاطا يعني ضاق شوية كده ماخدوش. وبس بقلل الأكل بتاعي. وبمشي كتير والامور ماشيه مستقره. عظيم. هل الواحد يستمر على كده ولا يرجع يشرب الدواء تاني؟ استنى بس بالراحه عليا. سن سيادتك كم سنه؟ سن السن كم سنه يا استاذ صلاح؟ 67. 67. الوزن قد ايه يا فندم؟ الوزن 65. والطول 160 مثلا؟ طول 160. عظيم. حضرتك طيب السكر الصايم كام يا استاذ صلاح؟ 160. الصايم السكر الصايم 160. هو احنا يعني هو الاثنين 160؟ اه. طب اللي بعد الاكل هيكون 160 بقى؟ لا ده السكر بعد الاكل كام حضرتك؟ 100 و180. انا بقالي شهر ما عملتش. طيب بص يا استاذ صلاح سيادتك مهمل شويه. انت حضرتك هترجع لي على دواك زي ما هو بانتظام لمده 2 اسبوعين وبعدين ما تحللش لانه عالي عالي. اسبوعين وبعدين تعمل سكر صايم وتاخد العلاج وتاكل وتعمل بعد الاكل بساعتين وتبلغني اشوف هعمل مع سيادتك ايه. شكرا. الف سلامه يا فندم. استاذ صلاح شكرا على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ عادل السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام وبركاته. معاك عادل فاروق من اسيوط. من اسيوط اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بالنسبه لوالدتي عندها 65 سنه وبتسكن الخشونه جامده وعندها نقرس وعندها املاح. حضرتك عندها الضغط برضه. طيب عايز من حضرتك دكتور حاجه. الصوت واطي شويه. هو يا استاذ عادل نفس المشكله اللي بتواجهنا. انت بتتكلم والتلفزيون عالي يعني وطي. الصوت واطي كمان. وعلي صوتك شويه. تمام. لا هي الوالده ماشي لحظه.
الو سمعنا استاذ عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتور والدي تاني. انا سامع سيادتك اتفضل. هي عندها 65 سنه. نعم. تمام. وعندها نقرس وعندها خشونه وعندها املاح والضغط. كلهم؟ عندها نقرس وخشونه واملاح. طيب النقرس مين اللي قال لك ان عندها نقرس يا فندم؟ كشفنا يا دكتور عند كذا دكتور. لا واحنا وهي بتاخد حياه للنقرس. طب بتاخد علاج ايه للنقرس؟ والله العلاج دو ممكن اجيب من حضرتك. نعم العلاج عايزه من حضرتك. لا يعني هي بتاخد حاجه دلوقتي ولا ما بتاخدش؟ لا دلوقتي لا بتاخد. طيب اليوريك اسيد حاجه تحليله طلع كام؟ والله يا دكتور مش عارف بس انا التحليل عندي دوت. طب انا هديك دواء مؤقت كده لحد ما تعمل لها حاجه اسمها يوريك اسيد في الدم. لا. وسرعه ترسيب وصوره دم ماشي؟ تمام. حاجات بسيطه قوي اهي. لحظه يا دكتور طب اسجل بس الكلام بتاع حضرتك. طب يلا سجل اهو. افتح البتاع وهنقول. يبقوا فاتحين الموبايل على التسجيل افضل يسجلوا الحبه اللي احنا بنقولهم بالتلفزيون مباشره. يلا جاهز يا استاذ عادل عشان الاتصال في الاستاذه فايزه بعدك. استاذ عادل قول يلا الو. طيب انا هقول على طول بقى هو يعيدها حتى هنعمل هيروح المعمل صايم الحاجه صايمه يعني يعمل يوريك اسيد في الدم. تمام. ويعمل كمان سرعه ترسيب وصورة الدم كفاية قوي دول علينا عشان ما نكلفهمش كتير ويجيب لي النتائج دي لحد ما يعمل دول هياخد حاجة اسمها زي لوريك 300 ميلي جرام حباية كل يوم وهياخد دواء انتو يعني نقيله حاجة برضو بسيطة كده زي الكتافلام 50 ميلي جرام حباية بعد الغداء لمدة 5-6 ايام. نخلي بالنا الادوية دي بتبقى خطيرة ما نكملش فيها كتير مع السيامة بعد سن الكبير فهناخدها بحذر اللي انا اقول عليه يمشوا عليه بالظبط. تمام استاذ عادل اكيد انت كده عرفت الموضوع. ناخد الاتصال اللي بعده الاستاذه فايزه. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله. الو اهلا وسهلا. السلام عليكم. صباحك انا الدكتور. اتفضلي اتفضلي الدكتور معاكي. ايه يا دكتور اهلا بيكي. لو سمحت بس عندي غرزه بتصمم بقالي زي سنتين باخد البرشام بتاعها وانا مليانه شويه يا دكتور وزني 95 حاجه و90 95 وسني 50 سنه وطولك 160 160 ورحت الدكتوره مشياني على التروفين 50 و100 يوم الاثنين والخميس اثنين وبقيت اللي هي 101. طيب وقالت لي خسرتي من شهر واحد بس ما نظرتش ولا حاجه دكتور. انت كنت بتشتكي لها من ايه يا فندم؟ تخنقني براحتي ومش عارفه اخد نفسي. يعني في تضخم في الغده الدرقيه؟ لا هي عملت لي اشعه ملتهبه. يعني اما كنت بتحط ايدك على رقبتك كانت تألمك؟ لا ما تألمنيش انا بتخانق منها روحي بتروح. لا معلش اصل حضرتك الالتهاب الغده الدرقيه له مش هنقول كلام كده احنا مش بتوقع عشان سيادتك. قالت لي ملتهبة دكتور. لا ملتهبة يبقى حضرتك يبقى فيها ألم عادة بيبقى فيها ألم 90% فيها ألم ولو خفيف واخد بال حضرتك أو سرعة الترسيب عالية أو نعمل أشعة حضرتك عملت لها أشعة. لا 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 استنى بس أشعة باليود المشع أو بالتكنيشن المشع دي العوامل اللي مبين إن في التهاب في الغدة الدرقية غير كده يبقى إحنا بتوقع أعشاب واخد بال حضرتك يعني نزلنا بمستوى الطب لنظام بقى ايه اشرب بالشيح واغليه مرتين وبرده وبعدين اغليه تاني الكلام اللي هو بيشد العامه ده. فحضرتك دلوقتي عشان اقول في التهاب هي اللي متخناني يا دكتور مش سامع متخناكي يا فندم. دلوقتي هقول لحضرتك انت حللتي طيب هرمونات الغده الدرقيه؟ الو حللت يا دكتور طلعت طبيعيه صح؟ قالت لي عادي مفيش حاجه التحاليل ما فيهاش حاجه وهي ملتهبه والله من قالت لي من عند الله للتهاب. لا ده انت رحت لحد غير غدد صماء. لا غدد صماء اسمها هبه دنيا في لا 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 مش عايز اعرف اسامي حد الله يبارك فيكي. دلوقتي حضرتك انت عايزه تخسي وهي عايزه التخن ده للغده الدرقيه صح؟ الغده الدرقيه ما بتتخن ما بتتخنش بالصوره الرهيبه دي يعني مثلا لو واحده المفروض وزنها 70 كيلو تبقى 75
تبقى 80 لكن ما تبقاش 120. صح. قد تحق يعني تزود شويه ميه في الجسم، شويه شويه دهون، شويه ارتشاحات، شويه اجسام بنسميها انسجه غير طبيعيه، ولكن في المجموع كله تزود من 10-15% من وزن العيان، لكن ما تخلوش كده. عموما ال 50 مايكرو جرام او ال 100 مايكرو جرام انت بتاخديهم ده هزار، يعني ممكن نديها لكل الناس. انت بتنامي كويس دلوقتي سيادتك؟ طيب تقريبا انت مش سامعانا. ها لازم لا لازم ترد تاني عشان مش هقدر اكتب لها عليك كده. استاذه فايزه حاولي الاتصال مره تانية عشان الدكتور يكمل معاكي. ناخد الاتصال اللي بعده. ام اياد السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا ام اياد. دلوقتي يا دكتور انا بحس بحرقان معده على طول باستمرار من اي اكل، من حوادق، من حاجه، سيادتك الصوت بيقطع، لو تروحي في حته تانية هو موبايل طبعا فالصوت بيقطع عندنا اذا سمحتي. تغيري المكان من فضلك. انا ام اياد حاولي اتصلي بينا تاني وتغيري المكان لو سمحتي، تقريبا شبكه عندك. ناخد الاتصال اللي بعده. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. عايزه الدكتور محمد لو سمحت. اتفضلي. ابني 33 سنه، عمره طوله 168 سنتي ووزنه 62 كيلو، عنده خمول ودايما كسلان كده ونايم على طول فتره النهار، وما بينش بيبقى نشط بس بالليل، فانا مش عارفه كده يبقى ظروفه ايه ولا حالته ايه. طيب حضرتك هو ما عندوش ضغط ولا سكر ولا اي حاجه ولا اي شيء؟ عملت له ده، انا عملت له اشعه بقطعيه على المخ، قالوا لي سالم وزي الفل ما فيهوش حاجه. لا ما مفهوش والله العظيم، هو نايم حاليا. طيب وزنه قد ايه يا فندم قلت لي؟ نعم 33 سنه 65 و65 كيلو وطوله 167 حاجه زي كده. انا ولد كويس قوي. هو 62 كيلو وزن. بيشتغل ايه؟ بيشتغل 168 طول. خلاص وصلت والله. بيشتغل ايه سيادتك؟ نعم. بيشتغل ايه؟ هو كان اشتغل خدمه عامه مدرس السنه دي، وبعدين قعد بقى عشان كورونا. طيب هو الراجل ده بينام بالليل، بينام بالنهار وبيصحى بالليل صح؟ كسل وخمول، هو بيقول لي انا كسلان وعندي خمول وتعبان، جسمه تعبان على طول طول النهار. حاضر. بيصحى من النوم الساعه كام؟ بيصحى الساعه واحدة. واحدة الظهر؟ ايوه. ده بالنهار ولا بالليل؟ لا الظهر. الظهر. وبعدين يقعد ما بيفطرش ابدا. طب استني بس، لو فطر بيتعب. بينام الساعه كام؟ بينام بعد الفجر، بيصلي الفجر حاضر وينام. طب الراجل طبيعي تماما اهو، في ايه؟ بس مش عارفه، هو جسمه همدان كده وتعبان على طول وجسمه خاسس. طب بص هياخد، لا هو مش خاسس، هو خس ولا طول عمره جسمه كده؟ لا هو خاسس اليمن ده والوش كده. يا فندم يا فندم احنا بتوع ارقام، حضرتك من 6 شهور كان ارتخن من كده؟ ايوه هو لا ده كان 60 كيلو. طب ما هو وزنه زي ما هو يا فندم. زاد 2 كيلو. ده زاد ما قلش، بس انا عاوز اقول لسيادتك هو زعلان من الوزن بتاعه دي ده. عاوز يتخن يعني؟ ايوه. اقول لي حالته كده ايه؟ لا هو حالته كده انا اعتبرها طبيعيه، ولكن هو يعني متأثر. قافل واسمعك من التلفزيون؟ نعم. قافل واسمعك من التلفزيون؟ خلاص قافل واسمعك من التلفزيون. هو احنا ممكن نديله حاجه اسمها اكتمار حبوب حبايه قبل الاكل 3 مرات بساعه. تمام. والمفروض هو يظبط نومه، يعني يقوم من النوم هي تصحيه غصب عنه الساعه 7-8-9 الصبح، قبل 9 ولو بالضرب لمده 3 ايام هيظبط نومه. هتبص لي بينام الساعه مثلا 12 بالليل او كده، ويصحى الصبح ممكن يقوم في الفجر يصلي وينام تاني. واخد بال حضرتك؟ تمام. ده بالنسبه للنوم انا شايف انه طبيعي. وزن جسمه لا علاقه له بمستوى المجهود، فياخد حاجه اسمها اكتمار حبايه قبل الاكل 3 مرات. انا مش مقتنع بيها قوي 100% على فكره بالحبايه دي. بالنسبه للتخن يبقى اتكلمنا المره الجايه، بس لما نشوف الاكتمار هيعمل ايه بعد اسبوع ان شاء الله. يلا تابع بقى الدكتور هو قال لك ايه وعاود الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. ام هنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي. يا دكتور انا عندي 28 سنه وعندي الم جامد في الظهر وفي فقرات رقبتي. مع العلم ان انا عملت تحليل الفيتامين د النسبه بتاعته 16. استني، متجوزه؟ نعم. متجوزه؟ متزوجه. عندك عيال؟ نعم. عندك اولاد؟
عندي اولاد طفلين. كم؟ اتنين. عندي طفلين. اخر واحد امتى ولدتيه؟ والده حوالي من 5 سنين او 6 سنين. طيب ورضعتي سنتين؟ لا ما رضعتش سنتين يا دكتور، سنة وثلاث شهور لان جالت تشنجات في الاعصاب وكنت باخد علاج فالدكتور قال لي وقف. يعني الكالسيوم كان بيقل في الجسم. يعني سنة وثلاث شهور بالظبط، والطفل الاولاني برضه نفس النظام، سنة وثلاث شهور وكنت بختم الرضاعة. وايديك كانت تكلبش كده مثلا؟ ايديا بتكلبش، حتى لما جاي على اقول المحلول او الوريد ايديا الاثنين كانت بتتمش يا دكتور، يعني صعب ان انا افرط صوابعي كلها. ورجليك كانت بتكربش برضه ولا لا؟ نعم. صوابع رجليك ما كانتش برضه احسن لها تشنجات كده؟ لا لا لا، صوابع رجلي الوجه نص الوجه بيبقى فيه زي تنميل. وخلاص وصل الكالسيوم كان واطي، خلاص انا اقتنعت. حللت فيتامين د لقيتيه واطي مظبوط؟ هو 16 من 72 اللي هو الماكسيموم. طيب وخدت فيتامين د ولا ما خدتيش؟ والله يا دكتور انا المفروض باخد حقن اللي هي ال 100,000 واحد. ماشي. انا باخد يعني ما رحتش لدكتور ولا حاجه، فانا باخد حقنه واحده كل 15 يوم. ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله دلوقتي يا دكتور انا عندي الم جامد في الظهر، يعني ممكن اقعد على السفره كارياف، يعني بنقعد على الطاوليه اللي هي الارض دي، ما بقدرش ان انا اقعد حوالي 5 دقايق بالظبط. ولا الم جامد في ظهري وفيه فقرات رقبتي برضو الم جامد فيها. طب بص هقول لك حاجه، احنا نقدر عندنا فلوس نقدر نعمل تحاليل ولا اكتب لك علاج كده وخلاص؟ باذن الله اديك علاج. طيب هناخد حضرتك يعني حاجه زي جليفا ريلاكس او اي بديل ليه. جليفا ريلاكس ده حبايه 3 مرات هتشد شويه الاعصاب كده وتهدي الدنيا. بالنسبه لفيتامين دي ان احنا نستمر عليه عمياني كده في خطر شديد عليكي، لان ممكن يكون زياده، واحنا قلنا ان في سميه زياده فيتامين د في الجسم. المفروض ان انا الحقيقه اقيس حاجه بلاش حتى نعمل حاجه الدنسيتومتر ده غالي، هنعمل حاجه اسمها بي تي اتش. هو الراجل اللي بتوع المعمل عارفينها، بي تقيله بي تي اتش، تي تي من تيبل اتش من حسام. تمام واضح لك. يا دكتور هو في حاجه تانية، يعني انا لما بمشي فترات متباعده مش بلاقي ضربات القلب بتزيد، بلاقي ضربات قلب بتبقى بطيئه ومن الصعب ان انا اقدر اتنفس. انت لا اعملي لي سرعه دم، ممكن يكون عندك انيميا. طب تمام، يعني هو مع العلم يا دكتور ان في ملحوظه تانية، لون البول عندي بيبقى غامق جدا، اللي هو ميل البني. يميل الى البني لكن مفيش صفار في العين. نعم. في صفار في عينيكي؟ لا 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 مفيش صفار يا دكتور ولا حاجه. يبقى بصي كده في النهار، بالنهار مش في النور بتاع البيت العادي بالكهرباء، افتحي الشباك النور وجيبي مرايه بصي في عينيكي واعملي عينيكي كده، لو لقيتي فيه صفار كلمينا. ما فيش صفار، البول ده حضرتك بيعتمد على نوعيه الاكل وكميه الماء اللي انت شارباها، في تركيز ولا فيش تركيز. واعملي لنا بس حته بحته حسيت هتفضلي تخلينا نقول لك الطب كله. تمام وكلمينا كتير. شكرا سلام. شكرا يا مهنا بالشفا ان شاء الله. دي حاجه مهمه دكتور، يعني الافراط في في في, في اتخاذ الفيتامينات بعد ساعتين. لا هو في فيتامينز كتير تعمل مشاكل. فيتامين A خلي بالك الفيتامينات دي نوعين، في فيتامينات تذوب في الدهون وفي فيتامينات تذوب في الماء وليس الدهون. تمام. التي تذوب في الماء دي عشان مائيه بتنزل في البول على طول، زي فيتامين B وبي 12 بالذات، ياخدوا الحقنتين ثلاثه البول يحمر. ما فيش مشكله. لا البتاع حمراء اساسا فهي تنزل في البول، يعني ممكن اللي ياخدوا بالهم لو خدها كتير والبول مركز يبان الحمار بتاع البول. تمام. فيتامين سي اللي هو حضرتك موجود في الفواكه وكده. عندك حد نشوف؟ طيب طيب هنا في في لا نرد على الناس. ماشي خلاص نرد على الناس. استاذ ابراهيم سلام عليكم. الوقت خلاص. استاذ ابراهيم. يا استاذ ابراهيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ ابراهيم احنا اسفين ان احنا لو انت انتظرت شويه، بس ارجوك وطي التلفزيون. ماشي يا فندم. ماشي. ايوه يا فندم سامعين كده حلو. طيب معاك يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا بيه. اهلا وسهلا. حضرتك عندي القولون تعبني جامد. عندك ايه يا فندم؟ القولون تعبني جامد. بقاله كام سنه يا فندم؟ لا يعني بقالي 3 شهور بس يعني. طيب سن حضرتك كام سنه؟ 29 يا فندم. 29. امساك واسهال ولا الم بس في البطن؟ جالي اسهال وبعد كده جالي امساك يعني. طيب يعني جالك اسهال مرتين ثلاثه وبعدين جالك امساك بعد كده بقالك 3 اسابيع؟
يا فندم. طيب بعد ما بتخش الحمام بتحس ان الالم بتاع بطنك خف؟ يا فندم. طيب الالم بيتنقل من مكان لمكان حوالين البطن؟ ساعات في بطني من تحت وساعات بيبقى فوق. بس خلي بالك سن حضرتك اللي هو 29 سنه ده انا اخاف اشخص فيه قولون بسهوله، لان ممكن يكون لا سمح الله زائده دوديه التهاب مزمن، او يكون هناك. هو حضرتك انا اكتشفت كان قال لي عندك قولون عصبي. ما هو لو من شهر كده. ما انا اخشى ان يكون انا والدكتور التاني غلطنا وانا بعاملك على الهوا، فاعمل لنا بس اشعه تلفزيونيه على البطن، ولحد ما تعمل اشعه تلفزيونيه على البطن دي ممكن ندي حاجه اسمها اسبازمو كانيوليز او اسبازمو تال حبايه بعد الاكل 3 مرات في اليوم، واخد بالك؟ لكن ما احبش اعمل لي اشعه لو الالم فضل، لان ممكن يكون في حاجه مستتره لا سمح الله، حته حصوايه كده ولا كده، التهاب في ال. انا بقول الحاجات الخطيره اللي احنا لو ما خدناش بالنا منها تعمل لي مشاكل في المستقبل، او التهاب في الزائده الدوديه، يعني ليس بالحد ليس بالح ليس حادا ولكنه اقل من الحاد او مزمن. ممتاز. فده يبقى فلازم استبعدهم في السن الصغير. تمام. نعم استاذ ابراهيم شكرا على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. ام اياد مرحبا. جات لنا تاني ام اياد مش كده؟ عوده حميده. اتفضلي يا ام اياد. اتفضلي يا ام اياد. يا دكتور معايا زوجي عنده 29 سنه. أيوة. ودايما بيحس حرقان باستمرار حرقان في اي انواع اكل. حرقان فين؟ حرقان في صدره. ده ابنك؟ لا جوزي. جوز حضرتك عنده 29 سنه. عنده حرقان في معدته باستمرار. من عن فين؟ من اي اكل من اي حرقان يعني حرقان في ايه؟ معلش حرقان في ايه تاني يا ام اياد؟ حرقان في معدته يا دكتور. في المعده. في المعده يا فندم. المعده. مع اي اكل ولا من غير اكل يا فندم؟ من اي انواع اكل ياكلها؟ اللبن يعني حراق مش حراق اي حاجه. طيب اللبن يريحه ولا يتعبه؟ بعد احيانا. اللبن ايه؟ احيانا ممكن يريحه ممكن لا. مش فاهم. ممكن يتعبه وممكن لا. صح كده؟ ايوه يا دكتور. طيب يعني مثلا بيتعبه كل يوم كل يوم كل يوم ولا مره كل يومين ثلاثه؟ لا كل يوم كل يوم. طيب هياخد بص ندي حاجه خفيفه كده الاول لان ده سنه صغير والسن الصغير بيبقى دايما التهابات المعده يعني مشهوره. طب سببه ايه يا دكتور ده؟ نعم؟ سببه ايه؟ انا اعتقد ان ممكن يكون التهاب على جدار المعده، وتاني حاجه ممكن يكون حاجه في المراره، تالت حاجه يكون القولون، ولكن اولهم في السن الصغير ده هو التهاب في جدار المعده. فهناخد حاجه للالتهاب في جدار المعده، او بيحصل انتفاخ طبعا مش كده؟ بيحصل. هناخد حاجه اسمها موتيليوم، دي حبايه 3 مرات قبل الاكل بنص ساعه، نجرب كده لمده اسبوع وده احنا مع بعض، ويبعد عن الحادق والحراق والمسبك والمشطط، ممكن ياخد البان بارده. اهلا وسهلا. بس يا فندم. تمام شكرا يا مؤياد وان شاء الله خير. ناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذه فايزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذ. اكلم الدكتور؟ اتفضلي. مرحبا. ناسي يا دكتور نسيت اقول لحضرتك ان انا شايله المراره يا دكتور. واحنا كنا بنتكلم معاك عن ايه بقى؟ فكريني. طلعت. استاذه فايزه. الغده الدركيه. مش حضرتك الغده الدركيه؟ احنا الغده الدركيه. مش اللي هو وزنك 95 باين؟ ايوه يا دكتور. 95. بص يا فايزه. مفيش غدة دركية توصل واحد 95 لو كان هو وزنه طبيعي. هو في عوامل اخرى، ممكن بتاكل كتير، في اختزام في المية، في الكلام ده. والغدة الدركية معاكي ان هي ممكن تكون السبب. انت وبعدين حكاية 50 مايكرو متر. مش مهمة المرارة خالص، في داهية المرارة. فهو حضرتك دلوقتي احنا يهمنا ايه؟ هو عملية ان احنا نتخلص من الماء الزائد اللي موجود. 50 مايكرو جرام او 100 مايكرو جرام غده درقيه احنا بنهزر معاكي، دي ادويه بنهزر. سنك كام سنه قلتي لي؟ ايوه دكتور. سنك كام سنه؟ السن 50 سنه. 50. احنا طيب احنا ممكن طيب ممكن حضرتك بتنامي كويس بالليل؟ استاذه فايزه انت سامعانا؟ بتنامي كويس بالليل؟ سامعاك يا دكتور. بتنامي كويس بالليل؟ على طول يا دكتور على طول. طب خلاص بصي هتاخدي الدكتون 100 مللي جرام حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء،
وهتاخدي التروكسين اللي انت بتاخديه ده 50 و100 ده لعب عيال، هتاخدي 150 كل يوم على الريق لمده 15 يوم وكلمينا. شكرا سنة. شكرا مفايزه. ناخد اتصال بعده. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. احنا بنشكرك على البرنامج الجميل ده يا فندم. الله يخليك. جزاك الله كل خير انت والدكتور يا رب. الله يخليك. ما تحرمش. الله يبارك لك يا رب. بس على حضرتك، بس على الـ انا عندي 55 سنه يا فندم. سامع سيادتك. عندي بلغم يا فندم على زوري على طول يا دكتور. عند بلغم؟ بلغم على زوري على طول قطفه. بقاله قد ايه؟ بقاله كتير مزمن عندي، بقاله كتير. الأنفي... بس هو ابيض يا فندم، ابيض. طيب ابيض. الجيوب الانفيه اخبارها ايه؟ الجيوب الانفيه تعبانه، يعني تعبانه من زمان. يعني هي اساسا جيوب انفيه. جيوب انفيه. بلغم على طول بقى على زوري يا فندم، مش بعرفش اتنفس كده. طيب زملاتنا بتوع الانف والاذن شافوا الجيوب الانفيه يا فندم؟ مستمر يعني معايا على طول، بخف وارجع تاني يعني نفس الحكايه. لو سمحت معلش اكتب لي حاجه يا فندم. حاضر. يعني احنا ممكن ناخد حضرتك حاجه برضو مذيب للبلغم، في حاجه اسمها هوموسيستاين او سيستاين او يا فندم اسيتايل سيستاين، مش مهم. بص خد الخفيف ده اسمه بايسلفون. ماشي. بايسلفون سهل. صيف. باي من باي 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 سلفون. سلفون. طب بصي بقى سجليه او عيد الحلقه تاني على اليوتيوب. باي سلفون. باي سلفون شراب او حبوب حبايه ثلاث مرات. وممكن ناخد حضرتك او سلفين بداله، ده شراب افضل منه، معلقه كبيره ثلاث مرات. وناخد سبتازول حبتين الصبح حبتين بالليل لمده 10 ايام، واخده بالك؟ بس انت للاسف مش هيبقى علاج دائم، هيفضل يروح ويجي، فتبعد عن الاماكن اللي بتزود الجيوب الانفيه زي استنشاق عطور، استنشاق روائح، استنشاق اتربه، اي حاجه من دي. الف سلامه عليك. شكرا لام محمد. وناخد ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. انا ام محمد، عندي 47 سنه، عندي سكر بقالي 6 سنين دلوقتي، باخد اللي هو امريل واحد. بس دلوقتي بقالي يجي شهر دلوقتي بحس التنميل جامد قوي في دريحتي، لدرجه اني ما بنامش من كتر التنميل ده، واجي احرك ايدي كده ما اقدرش احركها. طيب. يعني سيادتك السكر الصايم بيطلع كام؟ انا كنت عاملاها عشوائي في الصيدليه من 3 ايام كان 210. طيب يا ست الكل، انت وزنك قد ايه؟ انا وزني 80 كيلو. وطول سيادتك؟ طوله 160. طيب يا فندم، ما احنا كده السكر بتاعنا عالي. ايوه. لازم نظبط السكر. امريل لوحده، تاخد امريل بس. باخد امريل بس، ما باخدش. طيب. حاجه تانية معاك. ادام وزننا زياده، واخده بالك، ولو المعده قدرت تتحمل الجلوكوفاج، ناخد حبايه 1000. أيوه. قبل الغداء وحبايه 1000 قبل العشاء. ده هيظبط السكر. نيجي على كتافك ورجليك وشويه دول، هناخد حاجه اسمها اولفين، واخده بال حضرتك؟ دي حبايه بتتحط تحت اللسان او فوق اللسان بعد الاكل مرتين في اليوم لمده اسبوع. فين؟ يا اولفين او فلدين. بيتهيألي انا فلدين افضل، فلدين على اللسان افضل، الاولفين نشربها احسن 50. فلدين. عشان التنميل يا دكتور؟ نعم. عشان التنميل بتاع ايديا؟ ان شاء الله. يعني هو السكر لما يتظبط ربما التنميل يروح. واخده بال حضرتك؟ واحيانا يعني خلينا بس الاول كده نقول عشان ما تجيلكيش احاسيس ثانيه، مش عاوز افسر اكتر من كده. هو حضرتك هتاخدي الفلدين حبايه بتتحط على اللسان بتدوب كده جميله بعد الفطار، بعد الغداء وبعد العشاء لمده قد ايه؟ اسبوع. وقلنا هنزود السيدوفاج او الجلوكوفاج 1 جرام قبل الغداء وقبل العشاء، ونخلينا على الامريل 1 مللي جرام قبل الفطار زي ما هو. ابو محمد شكرا على الاتصال، وعاودي بقى الاتصال ثاني بعد اسبوع قول لنا ايه اللي حصل. ناخد الاتصال اللي بعده. ام محمود سلام عليكم. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ الحمد لله. بنشكرك يا دكتور على البرنامج الجميل ده، لان احنا بنستفاد من معلومات سياسه. جزا لك الله خير. طب دلوقتي انا عندي بنت عمرها 17 سنه، واي اكل بتاكله فيه نسبه دهون عاليه زي مثلا بطاطس محمره، اي حاجه فيها تحمير، بتقول لي انا نفسي غم عليا وعايزه ارجع. ولو شربت ميه قبل الاكل بتقول لي بطني وجعتني. فانا مش عارفه
ده سببه ايه؟ بقالها قد ايه؟ الكلام ده من وهي صغيرة. عملت اي فحوصات يا فندم؟ انا كنت بعمل لها، عملت لها تحليل غدة درقية لانها معديه 70 كيلو وهي مش طويلة، وعملت لها تحليلات صورة دم كاملة، وعملت لها تحليلات كتير ما فيش حاجة. طيب بس اتفضلي. بس انا مش عارفة ده سبب ايه. لا يعني هو عملية حضرتك، هل هي متضايقة من السمنة اللي عندها 80 كيلو دول قوي؟ هي متضايقة لان الوزن عندها كله متركز، السمنة كلها متركزة في البطن والجناب والاكل. هي الجزء ده اللي مخليها عندها ضيق من الاكل نفسه، في عامل نفسي، في عامل نفسي. فاحنا بص هنعالج السمنة دي، هي هتتحسن لوحدها. يعني شوف انت بتشتكي من ايه واحنا بصينا لايه. هي المشكله ان هي مش بتاكل كتير يا دكتور، يعني هي لا. بص يا فندم، اسمك ايه انت؟ لا. الاول ام محمد ولا اسمك ام محمود؟ يا ام محمود، انا كدكتور الوزن بيساوي الاكل. يعني افرضي واحده بتاكل زي العصفوره ووزنها 100 كيلو، وواحده بتاكل زي الغول وزنها 60، انا ماليش دعوه. يبقى حضرتك العصفوره دي بتاكل كتير، اتفقنا؟ صح. وزنها 80 كيلو وهي تقريبا تقولي طولها 155 و150، يعني في 15 كيلو زياده، دي بتاكل زياده ان لم يكن في ميه زياده في الجسم. ده وضع تاني، ده بيجي قبل الدوره مع اضطرابات الحيض برضو بيحصل. هي بتبقى بتاكل معانا اختها الصغيره اللي عندها 10 سنين بتاكل اكتر منها، فانا بشوف اكل دي واكل دي الصغيره ما شاء الله. ماليش دعوه. بص حضرتك يا فندم، انا المعادله عندي يا فندم، انا المعادله النهائيه ان عندي 15 كيلو زياده. ايوه فاهم. عاوزين نتخلص منهم، هتخلص منهم. أيوة. لو بتاكل رغيف تاكل نص، لو نص يبقى ربع. صح. ومعدتها هتتحسن لما تخس، وعشان نساعدها برضو على الموضوع ده تاخد حاجه اسمها دايجست از حبايه في وسط الاكل ثلاث مرات. وده بيعمل ايه؟ ده للايه بالظبط؟ ده هيخلي الانتفاخ والنفس الترجيع. بصي مش احنا مش اعشاب، بيعمل ايه؟ انا بعالج حاجات تانية. لا انا بحسب حضرتك يعني كاتبه علشان التخن مش عشان لا مش عشان التخن، لا التخن هو بالرجيم هتعمل تقيس ان شاء الله. طب يا دكتور لو سمحت. نعم. انا دلوقتي لما انا لو كلت عيش كتير او رز كتير ما بتخنش ولا من عيش ولا من رز، بس في مشكله عندي لو اكلت سكريات، السكريات بتخني اكتر من الحاجات دي. يعني انا اكتشفت لما باكل مثلا بطيخ. خلاص. وزنك كم كيلو؟ وزني معدي 90. معدي 60؟ عايزه تبقي 70؟ لا 90. ده بتقول لي عايز اكل. معدي 90. يعني انا لا دي فوق 90. انت عاوزه تخسي ولا يا فندم عاوزه تخسي ولا ترفعي؟ لا عايزه اخس. يعني انت عايزه تعملي رجيم. يا ام محمود تقريبا فصل. يعني هي عايزه هي 90 كيلو، بس بتقول لما بتاكل حلويات بتتخن، لما طيب. بتاكل رز ومكرونه والكلام ده ما بيأثرش معاها. طب ما هي قالت الاجابه، يبقى ما تاكلش حلويات. طبعا طبعا. وبعدين تاكل خضروات كتير وتمشي كل يوم ساعه. والله صح. وممكن نبقى نزود ادويه بعد كده، بس خلينا نجرب في ده قوي. هي ممكن ماشي. تاخد برضو حضرتك زي حاجه زي ميتفورمين 1000 حبايه قبل الاكل مرتين قبل الوجبتين الرئيسيتين بنص ساعه، تقفل الشاي شويه. دكتور انا حاولت ادخل الـ 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 الاسم المعروف بتاع كل حلقه. ما بين الكشوفات. خليه المره الجايه بقى، نخليه المره الجايه. ان شاء الله. معلش اخ، خليه المره الجايه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. طب يا دكتور الدقيقه الاخيره. الدقيقه الاخيره حضرتك. احنا الحمد لله يعني هدفنا هو علاج المريض علاجا كاملا متكاملا بقدر الامكان. طبعا احنا بنعتمد على ان احنا بنحلل طريقه كلام المريض على فكره. يعني هو بيتكلم معايا بقدر قد ايه هو هيديني معلومه، فاحيانا يعني اخد منها جزء وما اخدش جزء. اتنين ان انا بشوف لغه حواره، درجه علمه، درجه ثقافته، فده كله بيؤثر في الموضوع. رؤية المريض، مجرد رؤية المريض يعني احنا العلاج بتاعنا ينجح بنسبة 70%، ولكن تمام. رؤية المريض يرفعه الى 95%. تمام. والكشف فقط 5%. يعني لازم برضه يا دكتور المريض يبقى حريص على انه يبقى عامل تحاليل. لا احنا بنبذل مجهود معاه، وان شاء الله معظم الناس اللي اتكلمنا عليهم تقريبا ما عندناش مشاكل معاهم كبيرة. احنا بيجي لنا الحالات اللي تبدو انها بسيطة، دي مش بسيطة.
المفروض ان كل مريض يقعد معايا 5 دقايق على الهواء عشان يعني افنده كويس. تمام. ولكن ان شاء الله احنا كده كويسين خالص الحمد لله. دكتور كالمعتاد عاجزين عن الشكر. العفو يا فندم. وربنا ما يحرمنا منك. اللهم امين. اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسولت تيلي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمتابعه والمشاهده، ونشكر السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغده الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.